اختتمت مساء اليوم فعاليات الدورة 12 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس نادي صقارية الإمارات، وبدعم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في إمارة أبوظبي، وبتنظيم من نادي صقارية الإمارات وشركة أنفورما للمعارض. نعم، وقد حقق المعرض هذا العام نجاحا كبيرا، وضع الإمارات وتحديدا إمارة أبوظبي على خريطة السياحة العالمية. محمد السلومي والتفاصيل. مهرجان تراثي استقطب مئات الآلاف من الزوار من داخل الدولة وخارجها للاطلاع على الموروثات الثقافية والشعبية لدولة الإمارات وعلى أهم الرياضات المتعلقة بالصيد بالصقور والفروسية. المعرض في دورته الحالية استطاع جذب محبي وهواة طيور الصيد والطيور البرية، مرورا بمتابعي شؤون الخيول العربية وكلاب الصيد السلوكية والإبل، وصولا إلى المهتمين بآخر الابتكارات والاختراعات في عالم الصيد والحياة البرية. اليوم في كرنفال تراثي، ونحن كإماراتيين سعداء بقيادتنا وبدعمهم، والمعرض هذا أشادوا به البعيد قبل القريب. العديد من الشركات لا سيما المحلية الرائدة في مجال توفير منتجات الصيد الفاخرة والعريقة ساهمت في التعريف بإنجازات وخطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وإبراز الصورة الحضارية للإمارات وأهمية المحافظة على الرياضات العربية الأصيلة. الشركات الأجنبية اللي شاركن عندنا هنا سنويا يزيدن. ليش يزيدن؟ يزيدن بسبب النجاح وبسبب التنسيق ما بين الجهات اللي هي مسؤولة عن تنظيم المعرض. المعرض حظي بدعم رسمي رفيع المستوى، وعرضت فيه مجموعة من المنتجات الفاخرة الفريدة والخاصة بعالم الصيد والفروسية. يعني نشوف المعرض هذا الحين ندور فيه في 3 أيام وخلاص، بس هذا تقريبا هذا جهد سنين صراحة، جهد سنة كاملة نحن ناخذ ثمرتها الحين. يعتبر المعرض من الوجهات والفعاليات التي تعزز تواصل الأجيال بين الماضي والحاضر وتعريف بالموروث الغني لتاريخ الإمارات.